ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم صلاح من بنزل بلس. احنا النهارده عندنا سكرين بروتكتر للتليفونات، عندنا تقريبا اكتر من 400 موديل. احنا بنتميز بان احنا هواي حبتين زي ما انتم شايفين، مفيش اي حاجه حصلت للتليفون. احنا مش بنقول طبعا ان احنا ولا بننكسر ولا بننخدش، لا طبعا بننكسر وبننخدش تحت الضغط المناسب، بس زي ما انتم شايفين حتى مع الضغط ده حاجة. سالوت ده بيتباع في مصر؟ بيتباع في مصر، ممكن تلاقيه في اي شوب، في فيرجن ميجا ستور، هتلاقيه كمان في تريد لاين، هتلاقيه في اماكن كتير. ده لكل جميع انواع الموبايلات؟ حاليا موجودين في اكتر من 400 موديل، بس الموديلات اللي متوفره في مصر هتلاقيها معظمها للايفون، كل الايفونز، وللسامسونج الموديلات اللي هي زي الاس 9 الاس 9 بلس والنوت 8. وسعره ممكن يكون في حدود كام؟ ب 599.